مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى عين التين حيث التقى الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ونستمع إلى تصريح الرئيس السنيورة. من جميع اللبنانيين بالتهنئة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، آملا إن شاء الله أن تكون هذه المناسبة مناسبة خير ومنبئة بتقدم على مسار الرحمة والسلام والاطمئنان لجميع اللبنانيين ولجميع العرب والمسلمين في شتى أقطار الأرض. الأمر الثاني، لقد كانت مناسبة طيبة أن نلتقي سوية دولة الرئيس وأنا للبحث في الأمور التي تهم جميع اللبنانيين في هذه الآونة. وأود أن أقول بكلمات قليلة ومعبرة أن هذا الاجتماع كان اجتماعاً جيداً ومفيداً، وأننا سنتابع التشاور، وأننا إن شاء الله نتقدم على المسارات الصحيحة. شكراً. بعتقد انه الكلام اللي قلته دقوا فيه كله. دولة العيش على اي اساس كان ايجابي؟ يعني كيف رح تتعاملوا مع القوات؟ إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى تصريح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بعد لقائه الرئيس بري في عين التيني. الرئيس السنيورة اكتفى بالقول الاجتماع كان جيدا ومفيدا، مؤكدا استمرار المشاورات. تابعونا في نشرة بيروت اليوم.